اشكاله شويه قويه، تحس في ملامح اقوى من الحين لانه عاش يمكن فتره اصعب يعني قبل، فهذا اللي عجبني. انا عندي لك سؤال بس قبل سؤال، يعني يمكن نور بعد انبهرت ودلنا هاي الصوره اليوم وياها. هاي الصوره اكثر ضجه على الصوره، هاي الصوره طبعا كنت اراويهم المعدين موجودين، ما قلت لهم ان هاي الصوره فوتوغرافيه. واحده قالت لي لا هاي رسمه، فقلت لها هاي الصوره، قلت لها باكر شوف فيها على الهواء، بخلي المصور يشرح لك سر هالصوره، شلون الصوره شكلها رسمه، تستخدم هل تستخدم برامج فوتوشوب ولا شو طبعا هو التصوير الديجيتال الحين بشكل عام، تصوير فوتوغرافي احنا نستخدم كاميرات، كاميرات اللي هي الاس ال ار او الاحترافيه لكنها ديجيتال، كاميرات الاول اللي هو كاميرات فالفيلم الصور ديجيتال حاليا ضروري انك تعدل فيها بالفوتوشوب. يمكن في ناس تقول هذه اذا ما تصور انت الحين تخرب الصوره الضوئيه والصوره الفوتوغرافيه وكذا تعدلها بالفوتوشوب، لكن تقول ان حتى زمن الافلام كانوا يعدلوا عندهم اللي هو المعامل خاصه يعني مسكره اللي هو ويعدلوا الى يغيروا الى الابيض والاسود ويعدلوا في الصور. لذا هو التعديل موجود من زمان، لكن عاده اذا تاخذ التصوير ضوئي كفن فضروري انك تعدل فيه حتى تكون اللوحه او الصوره تكون جميله، يعني ما مثل مثلا صور توثيق او صور تصوير صحفي. تصوير صحفي انت تبغى تصور وتنقل نفس المشهد الى الشخص اللي بيشوف، مثلا احنا نصور مثلا مباراه كره قدم ولا شيء، فالشخص ما بيبغى يشوف الوان ثانيه في الصوره هذيك، يبغى يشوف نفس اللي صار كذا. اما في هذا التصوير انا اصور كفن لذا استخدم الفوتوشوب، لكن هذه الصوره اساسا ما كان فيها كثير فوتوشوب، بس اختيار الوقت المناسب هو اهم شيء. اذا تلاحظ الاضاءه على الجبال لان الشمس كانت منخفضه نوعا ما، واستخدمت ايضا فلتر اللي هو البولورايزر، اذا تشوف ايضا نظارات في بولورايزنج هذول النظارات الشمسيه وكذا، فهذا الفلتر يزيد الانعكاس على صفحه الماي ونفس الشيء الالوان. راح اسالك عن مشاركتك في مدينه شباب 2030، بس اول شيء يمكن راح نشوف مع بعض مجموعه من الصور راح نتكلم عنهم شوي. نشوف هذه اول صوره، جدا رائعه هذه الصوره، خبرنا عنها شوي. هذه الصورة في جزيرة فوكت في تايلاند. الصورة مثل ما تشوف هي بسيطة يعني، لأن دائما التصوير الضوئي أيضا مهم إنك تدور البساطة، ما تدور الأشياء المعقدة وكذا. هو مجرد قارب مكان يعني محظوظ في الصورة، لأن في مكان استراتيجي يعني قارب ما فيه كثير، فخذيت الصورة وأحاول أيضا الباك جراوند يكون فيها جبال شوية، وكان حتى اختيار الزاوية أتوقع جدا أكيد الزاوية طبعا أدور، لأن خذيت القارب على انه اظهر المقدم وايضا اظهر شكل القارب نوعا ما، ودائما قدام الموضوع المراد تصويره تحاول انك تخلي مسافه كذي بسيطه يعني. وطبعا التحويل كان للبلاك اند وايت. هاي الصوره الثانيه، هذه الصوره في مسقط اللي هو مطرح. اذا تلاحظ شكل الموج، يمكن في ناس مثلا اللي ما عنده خبره كثير في التصوير بيقولوا هذا فوتوشوب، لكن هذا تقنيه في الكاميرات الحديث المتطور يعني. من الكاميرا تصور اللي هو حاليا اللي قدم في شباب 2030، قدم دوره ايضا عن هذا المجال التصوير اللي هو التصوير البطيء او سلو شتر. ففتحة الكاميرا تكون تفتح لفتره طويله، بما انك تصور الموج، حركه الموج خلال هذيك الفتره. مثلا هذه الصور صورتها لمده ثانيه، خلال هذيك الثانيه الموجه كانت تتقدم كذا وترجع، فلهذا سبب الصوره ظهرت بهذه الطريقه. طبعا السماء لونها ما طبيعي وردي كذا، فحطينا فلتر فقط عليه لان كان الجو مغبر وما فيه الوان سماء، حطيت الواحد استخدم تقنيه لجمع صورته يعني. هذه الصوره من احد البيوت القديمه، بيوت جداد يعني في عمان، والواحد دائما يعني التراث وكذا نحاول نحافظ عليه ونوثقه يعني، لانه يمكن في يوم من الايام بيزول وكذا. متى تستخدم الالوان؟ متى تستخدم بلاك اند وايت؟ بلاك اند وايت دائما يمكن الاشياء مثلا الكئيبه او الاشياء اللي انا صورت هذه الصوره قبل شخص مثلا اللي يشوفها يرجع ذاكره مثلا للوراء او يفكر مثلا انه شيء قديم هذا، فلهذا السبب احاول اقلل بلاك اند وايت. صح، حتى هني استخدمت هذه الصوره نفس الشيء. هذه ايضا صور اللي هو يعني انا احب اتكلم عن مشاركتك اليوم رساله في مدينه شباب 2030. انت قلت انها بدات فعليا في 2006، بس قبل 2006 كنت حاب هذه المجال عندك، انه اليوم كثير من الشباب كل واحد حامل كاميرته ويصور. صحيح. شلون شفت اهتمام اليوم الشباب في المدينه بجانب التصوير، وكيف
انت شخصيا قاعد تحس نفسك انت كنت هاوي بعدين الحين لما اشوف الشباب مثل هذا احس نفس ما انا كنت في ذيك الفترات. يمكن انا من بديت ما دخلت في دوره شخص يعلمني، فقط حاولت اشتري مجلات وكذا واشوف الدروس اللي موجوده على الانترنت. نفسك بنفسي ايوه، وبعدين بعد مرحله معينه اللي ممكن درست وكذا. اما احيانا دائما من تبدا من الصفر، يعني انت ما عندك محبه لهذا المجال او انك ما فكرت تدخل في هذا المجال، فشوي بيكون صعب عليك، وحتى خاصه اذا ما عندك فكره ابدا. لكن شيء زين انه في عده دورات اقيمت قبل هذه الدوره، لان هذه الدوره اللي انا اقدمها الحين تعتبر شويه متقدمه، يعني الواحد خلاص لازم يكون يعرف اساسيات التصوير. على كل استجابه من الطلاب ما شاء الله جيده، والبعض منهم ممتازه، احس انه بالفعل يعني ميولهم جدا قوي ويحبوا هذا المجال. وفي الاخير اذا مثلا بين 10 شخص واحد طلع مصور ممتاز وكذا، فهذا تحس انك انت اديت واجبك وتشكرك يعني. وهذا ايضا طبعا ذروه مملكه البحرين، يعني مثلا لان هذا تاهيل الناس، يعني الشباب دخلوا في هذا المجال اللي هو الشباب 20 30، كل واحد يشوف التخصص اللي هو يحبه. يمكن في ناس بدوا في التصوير بس يمكن ما عجبهم كثير، بيروح في الرسم، بيروح في تخصصات اخرى، والمهم في الاخير في نتيجه. بعد هذه الدورات 100% بيكون في نتيجه، حتى لو بين 10 2 3 بيكون يمكن بيوصلوا الى الاحترافيه في المستقبل ان شاء الله. وهذا كله بيعود طبعا للمملكه ان شاء الله. يعني احنا نشر رسالتك لشباب البحرين من خلال وجودك في هذه المدينه. والله انا اللي فخر حقيقه الله يسلمك تدعوني هنا وتعرفت على الشباب. وفي الاخير يعني العلم دائما المفروض انه ما يكبت، دائما ينشر يعني الاحوال، يعني مهما كان مجال العلم. شكرا لكم مصور الاستاذ صالح حمد مربي البحرين، ديرتك وحياك الله في اي وقت، وسعدنا بتواجدك ويانا اليوم. شكرا يا اخي، شكرا. هل تحفظ صورك الشخصية والخاصة على هواتفك النقالة واللابتوب؟ لا تكون ضحية للكوارث الإلكترونية. المزيد بعد الفاصل. ما أحط صور شخصية مثلا يصير مشاكل او شيء، فلاش ميموري ضيع او شيء، واذا كانت التليفون